يشتهر المطبخ الإماراتي والخليجي بوايد حلويات تقدم في المناسبات خاصة شهر رمضان المبارك والعيد، ومنها أكيد الخنفروش. وعيال سلامة وايد يطلبون منها الخنفروش، وهي تعرف أن قيمته الغذائية عالية لكن بنفس الوقت غني بالسعرات الحرارية. يعني كل حبة خنفروش فيها 95 سعرة حرارية، 3 جرامات من الدهون، 15 جرام من الكربوهيدرات. أوه. هي نعم الحبة الواحدة يا سلامة. أوه. وانتي تعرفين كم حبة ممكن ناكل احنا ياسين على المايدة أو قدام التلفزيون. لكن بكل الأحوال ما زال الخنفروش أفضل من الزلابية والقيمات وغيرها من الحلويات المقلية والغنية بالسكريات. هي؟ خاصة أنه يحتوي على الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد والزنك. أه. طيب سلامة بتسأل، هل هناك طريقة تخلي الخنفروش صحي أكثر للعيال؟ الجواب أكيد تقدرين يا سلامة، تستبدلين السكر بالعسل أو الدبس وتقللين نسبة الدهون عبر استخدام بديل للقلي، وهناك أجهزة خاصة لذلك. مبارك عليكم الشهر، عساكم دوم صحة وسعادة.